السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عنو ونكسن بجد هم بخير تقيمها يا غاية هي قدرتي حشمت أنا جمدا استوس كنا قضا وانا سات الفيشك قرن كتشي مريض الصومالي لان حرنتينا ما قال مدح الجبل كأودل إيه بورما يجود هان ميل ولد عالم كنا قضا وانا سان كنا سودا وذا برامج كيني كلنا كقوية هن كتطبعات كستاي نكو كلنا هودا حبين كان عاوا برامج كوا حي جوع الصومان لا بد لنا يرا لكن كهردي عمايا جاي سوكين شيء قدونا ميكروفون كيان دي بقولي شنتونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه الله يباله وتستعي عبادته ما رأي ملكي ملمد وحلو ذاك محمد بن مامس من صلى الله وسلم عليك إن أخيارت دافيا عالم كنا قد يسيني سيئة موريد قنا كسومال نامبا يعني والسلام انتين ما قاعد يقوى عن يا الله إن عبد الرحمن إبراهيم وقدوميها أتكو أكاديمي ونكوتشوغا كمريد سومال لان ABE Director of Somaliland وحن هذا أنتي في قرن كايو نم عشر طن بنقول رسالة سا مقال ما دحدي قبل كأول بورمة حكتي قبل كايو إن شاء الله ما وداك دونا إن أيال عبد الرحمن إبراهيم إن أتبعد ما حسن صحيح إن أيال إن ورتشيو إن قرب كي قبيح سنة إن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هوريسي دنبي سبي الله بام حضلي مرك حيك توحا سيكارا نقوم هاد علنيا تي فيك قرنك شقاليه سئي ومامولكي سبا مرك حيك توحا نساقنا نقوم هاد علنيا صاحبك أيال عبد الرحمن إبراهيم مقعيقو وعبد الفتاح مرنوح وحنا هوي القرايا قرينا لوضا بوكا يرضا بوكا فهنك إيا فلسفة نولوشا إيا بوكا حقوقال ودنا تنتين. إن أتبعد ما هتسنتهين إن ده وضيع لك هن جلسوا عطنا ودي فيك قرنك إن هدي إن جود قلب رامج كينن إن إن عيال عيان سنكو رئيسين دونا مر لبعض إن واحد كم يتهين دليل هذا قبل كبر وما يهات نخصو جن هاي قيم تيلك أم بدور تيلك أي كق قاب قيم قاعدة تاندين عقون تهان نقطة أم بعدين عوح برشدة أم بعدين عدد ترجلين تدلني رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتبعد ما سنت هاي ولا نبعه إن جود هم بق إن قبل هذا أوضل يسلل وحيالها كفل إنه وح كم ذا إن كرقة آخر سيا قرالك كيدين تهدا هي دقنك إن كيدين ت كيدين تاريخ ذا هدا هي دقنك قبل كأوضل إن هالرئيسية إن ما أنتم شو نبه إن كم هير جسنين إن مكتبته عامل وآخر سته وحن كهولنا لحدي سنة قدام بيسي سيدي بورما ويل نهيد قوب وحاقرس بورما بابلك لابريري مرروكتا كتبتا اي بورما إلا هيو نوو قولي فيبروري اللابي لعطنكي 2016 أيو مدحوين كوحين كتموري تقارك سومال عبد الرحمن اسماعيل سيدعي وحالك كتري وقول أسوهي تي قودة هامبا كتموري تقارك سومال يقار هامبا قوبل كأوضل إن قبل كأوضل وحوك قد وين هي إن قبل هذا كله إن قبل كأوضل وحوك تعالى كم عدد عمود جون كهيد مركي محن كده على ساق النقضي كونفوري وقوي كم عدد جوه الرئيس ومضى أفك سومالك وهذا الشيء كمرد سومال بكل يبانتي أي كفرا بورما إن تحصل أشل جد يضع محن كده ها قبل كأوضل أرضي بدن وكتمد إن أرجابا لسعانات قبيلة هرجيسة أدو كمرد سومال كودا هام باتولون كوبي مجالون كوبا أرضي بدن أو كاتيميد إن تمرد سومالان إن وحكوسه برتان إن شامعد عمود بورما إن يو إن دروكا كالاتا كافكا سومالا كوهالا إن تكرياتي أي كابين شنو هاي هيد إن شامعد وقت بلاد هاي وقت كاس ماركي هيدمان شامعد أي وقت هيدماتو كو أي وحكوى خرسان أو فري يملاين الحمد لله وحي كان سوهالين إنه محنكورها أي أخرسان بوغك مادي دين محنكورها سوغان تيني بوغك تيلا بريريكا إيو كو أيوغو سوقع تاني كورها أخرسان با ومال فريا ومال عندات كلا شاشكرين مركا تكلياتي قولها أغوة وينين سنت كان سيكستين كا أنكو قولي سنوح ويان روكتو كتوبتا إي بور مينان قبل كي أقوان تكفرنو تكلياتين عن أوران كرنا وتقولي ستين وحويان هل أبو ربضن هل أبو ركما هون قراء محن كورا أبوان ماها هل أبو رضا ويكل بديهين
قف فكر عرين كرا دد بدن أو محن كورا ببليك سبيشة دد بدن أي أتكو أكاديمي فكار كهذا كأيو جوبها أي لو ذاكتي قف كي كتشري نيديسة وحيا على بدن أيو محن كورا نيديسي أما ها هذا قرا أما هل أبورها هذا أما أبوانها هذا أما قف فكر عرين كرا هذا أما فرسامي قام بها هذا وحو أهل تشانس إنه محن كورا دتكو جادن أم برنامج شو قبرنا ويسكنح شجرة هواي كان أنا جو هبل هبلة نحن كده ها إن هالأبور عين كاسة عن لكه وسدي برجع هراء برجع أساسا النادي دو بدنا كواحد كواحد ولا نشرين بوجج إبراهيم فقي يقرأ هذا عالمكو أي قرآن أنتوا قفكو صار آخرية آخر سوادرات أي سمين شرينا أما برنامج مرخ الله قبته آخر قفكي أنتوا صار آخرية وضد كل وداعو لكن ما أنتها محن كورا وح بين اللي تشوفه قرا قد أدير العطفتح والله ببو قري هذا بنوس. خصوصاً لقنا يا يلا إن عبد الفتح وحطها إن قرا دنع إن وقتها إن مركي كوجه رئيسي يوصل بالوضعي. بسم الله الرحمن الرحيم إن شباب تكو هذا سؤال شو ولا شيء ودي سيا وحيد بوقتها دو أنت بدن يكون خرمر كأي قبل كأي كقريب قاطن أيام دولش تعيدونا يو وحيابا يو كلفين بوقتها ده صنصبان ديجو. waxaan ku soo koobay saddex qodob oo kaliya qodobka koowaad waxa weey marka laga sheekeynayo fikirka ama hibdaacnimada laga sheekeynayo ama garashada laga sheekeynayo dadku afar bay u qaybsamaan qofka qofka wadiisan garanaynin aanan isticmaali kareyna talabaad waxa weey waa qofka wadiisa garanaya laakiin awoodiisan isticmaali kareen wuxuu garanaya ayadeed inta cudu nicmatalla ila tuxsuha laakiin wuxuuna garanayn awoodiisa uu isticmaali laha ta saddexaad waa qofka wadiisa garanaya laakiin awoodiisa isticmaali karaya ka afraadna waxa weey qofka wadiisa garanaya awoodiisa in ka badan isticmaali karaya marka inta badan buugaagtidu waxay ka hadlaan inay saddexdooda qofkay ka soo min guuriyaan oo ka dambe u soo min guuriyaan kana dhigan qofka wadiisa garanaya awoodiisa in ka badan isticmaali karaya marka buugaagtidu inta badanba waa saddex jiimaalo oo kala qofku way xanteeyaan xantaxantadaana waa ta keenaysa inuu qofku marka dambe uu guulo gaaro hadduu ilaahayna uu tala saarto qodobyada buugu ku qoranna uu sideeda uu tixraacdo qodobka labaad isaguna waxa weeye buugaagteeda inta badan waxaan kaga sheekeeyaa qofku siduu bari lahaa habka fagaaraka hadalka soo kale markii qofku hadlayo ama qofku wuxuu dhageysanayo dadku hadana afar bay u qaybsamaan qofku waxa weeye markuu hadlayo waa la maqlayaa maruu qofku hadlayo weeye oo qofka la maqlayo qodobka labaad waxa weeye maruu qofku hadlayo oo qof kale dhageysanay weeye ta saddexaadna waxa weeye qofku maruu qofku hadlayo oo hadalkiisu dadka waxiisa u gelinayo weeye ta afraadna waxa weeye maruu qofku hadlayo oo hadalku qofku hadlayo inta loo dhigaaqo oo qofka mustaqbalkiisa horumarkiisa aayihiisa iyo horusocodkiisaba inta badan uu qofku u noqon kara madagta mid saldhig u noqon kara dibna loogu noqon kara marjacna u noqon kara marka inta badan waxyaaba uu ka hadlo waa intaas qodobka saddexaad ku soo gabagabeynaya wax weeye qofka bilaadamkii si buu nool yahay sina uu jecel yahay inuu noolaado farqi weyn baa markaa u dhexeeya mar sidan buu nool yahay sina uu jecel yahay inuu noolaado farqiga weyn ayaa markaa qofku isku soo dhaweynaya wuxuu ku leeyahay adiga hebel baa tahay waxaad doonaysaa inaad halka aad gaadho maadaama aad doonaysaa inaad halka aad gaadho waxaad u baahan tahay inaad waddada aad marto marka wuxuu ka tusaaleyn hugu tusaaleyntaas ayaa markaa buugaagteeduna ay saldhig ayuu yihiin wadmaadsan tahay aad baad mahadsan tahay cabdifataax mire ayaan le ayaan dib ugu soo noqon doonaa qaybo badan ayaad kasoo shaqaysay oo aad ka shaqaysaa aadna magacowday qaybaha ma la odhan kara dhalinyaro badan oo aad muxuu ahaa aad kow ka tahay inay horumarka gaadheen amba ay bulshadooda ku daydaan hogaan u noqdaan waad mahadsan tahay nimco marka labaad dhalinyartaasi way badan yihiin dhalinyar ku dhiirata qof walba hami buu leeyahay mar walba oo maxaan ku dhahaa barnaamij ama goobaha la isugu yimaado bandhigyada lagu sameeyo bandhigyadu waxay noqonayaan bandhig buug bandhig maxaan ku dhahaa hal abuur bandhig qof xirfadaysta ama skillka dhalinyarta hoggaanka hadda anigu hadda gudoomiyaanahay intii horeyn dhisnayn waa six years ama lix sano lix guu baan jirnaa ururka adka waa akaadami intaasoo dhan qof walba maxaan ku dhahaa qof waa hoggaanka qabanayay anagu waxaan ahaa kiigu maxaan ku dhahaa hadda hoggaanka haya intii horeo dhan hogaamiyaashii iga horreeyey maxaan ku dhahaa wax badan ka faa'iidi jiray marka waxaan anu is odhan karaa
دانيار مدام دانيار لي هي ندم باتشرا انستيوشن باتشرا دانيار تاسي وحن هو تسالون هي ان ديمقراطية سيتشمير سومال ان افر مدحون سكوب درين ان كنا افر ان مرينو محنكولا قدومي شنو هري الحمد لله وحن هدا دانيار تاسكو كوليستين اني ان هل ابو ربنا صبحان تتكين يدود وح بدن كتشري لكن اني عد اركتا أما عد محنكو راها نيدود يحافظو دون اوغيد ايا وحد عضي اني مانتا يغو ليراها عصفتح مرواقرا ان عبد القني مانديلا وابوان ان هبل نعم ان كوما تيرين كارو دانيرتا غوبلكا مخان كودا ابوان ديمبيلو كاله ان دانيير بدانو مخان كودا قراي ابوانا iyo مخان كودا حرفديستابا ان لخدا سنن او هول غنليبا ان وخيالا بدان ان ايان كو غوليسني ان ما شاء الله ان اد بد ما سنتهي ان عبد الفتاح ان ود سو شيكت قراينا تهي ان ولي دد بدان ما كسبدان قرالادادا او مرالي غليين ما جعلشتين ها ويجعلشتين مركا وحوغان وحيردو لشتاق دونا هدو لهاي رادو شيكوين كبوغاك تيدكو قران كواي ددكو يغو جعليهين ايان دو لشتاق دونا شيكوين كوغو بادن اي ددكو يجعليهين بوغاك تيدين تبادن اكا غستا وحاكمي دا شيكو كجر تبوغ حوغوغال او لاي رادو حافد حاكم يا حارس وصدح انو صاحيبا صدح دن صاحيب كي نولا شوحبيكا ودامي سيهين ويد برشاد وكنو ليه وكاد احتلمامي فكرهان اخلاقهان دادالهان يهور مرهان با من واقف لغو تلمامو انو برشادي سو كود احتلو لكن انا برشاد انا كتلمامين كوطا ميسانا وحبا يقف نولا شاكا دعسان مركا صدح دا ساسلا چان قادا كدب صدح دا مركا وحانو سو قاتو يكو كلفي برشاد مركا تصادو يكتا صدح دا مبيوقي بسمان قف وقف هر مركا تعال مركا قف كاددالي بقول كي بتوم بالغو قياسي ندد كي كيهين انتا كلاي سو هاد يقف مركو نولوشي سي بلعادن كيس وكو داح تيران دد كنو كتلمامنين بقول كي بافرت الله بقول كي بكتن عيا لغو تلماما انتا كلاي سو هاد انا وانتا نولاشا مركا دمكا دعادا مركا صدح دا ساسلا چان قادا وقو دمبين ka halka wanaagsan maray ayaan markaan tilmaamaa halka kale soo kala waxaan ku tilmaamaa qof kasto bulshadiisa ku dhex jiray sidoo noqon lahaa qof horumaray ka bulshada ka dhacsana sidoo la soo qabsan lahaa markaas anigu hoga tusaaleen uga dhigaya quraaradan ay akhrinayaan hoga tusaaleen uga dhigaya wax yariir oo fudud ay qabtaan qofkii isaga nolosha ka dhacay ula dhaqmaysid si qof mustaqbal doonayo kale markaa sheekooyinka ugu badan ee dadku ay xiiseeyaan sheekadaas ka mid ah sheekada kale ee saameynta weyn ku yeelatay dadkan waxa ka mid ah sheeka buugaan ku jirto leerada inaan keysi sibta iyo intii Sambiriya oo keysi ku saleeyraado markaa sheekadan waa imagination magaalada Burma kamay dhicin laakiin waxaan ku saleeyay magaalada Burma sibta iyo Sambiriya waa laba xafadood magaalada Burma ku yaala sibtana to markaa ku badan Sambiriyana wiilasha ku badan markaa sheekadaas soo qaatay markaa qof ka hormoon mustaqbalkiisa uu ka doonayo inta badan qof marku doonayo inuu guursado ama qof wanaagsan u barto oo kala sheekadaas u akhrista isagoo hoga tusaaleen aan uga dhigay suuratu nur aayadii ku jirtay ahayd al khabithuna al khabithat wal khabithuna al khabithin at tayyibat lit tayyibuna wat tayyibuna lit tayyibat tumarka xunxun waxaan diyaani rag xunxun rag xunxuna waxaan diyaani tumar xunxun tumarka wanaagsan waxaan diyaani rag wanaagsan waxaan diyaani dumar wanaagsan marka inta badan sheekooyinkaas ayaa kamida marka qofka wanaagsan radiation buu siidaaya ka xuna radiation buu siidaaya qof kasta waa radiation ku siidaaya mid la mid soo qabsada markaas sheekooyinka ayaa kuwa badan oo kale ayaa jira oo sheekooyinka dadku ay boogaagteed ay ku jecel yihiin in aad bad mahadsan tahay in aad fatah in ayaan la abdirahmaan in hawlaha aad qabatid ee dhaysid ee gobolada Soomaaliland oo dhan waa mid u dhanbaamis waa mid gobolka awd loo qoray kooxayn saabsan oo u gaar ah soo atsla wadaagtan gudaha baadhayrada Soomaaliland arrinkani arrin ku cusub maaha in jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland gobolada dhan way ka simay yihiin gobolada dhan way ka simay yihiin waxaan sameeyney gobolada isku maxneen markii hore waxaan sameeyney in adko academy ay fiisidadii ugu horeeyay ama maxaan ku dhahaa booqashooyinkii ugu horeeyay sameeyso waxay ugu horeeyay bariga guntiisa ceer gaabo waxa ka jira naadiga akhriska ay anfac hawsha markaan barnaamij la soo qabanay waxaan ku soo xigsiinay burco oo naadiga akhriska halkaraan ay ka jirto laas caanood oo Ismaaciil Mire naadiga akhriska Ismaaciil Mire uu ka jiro allahumma sa'aan waxaan soo gudagalnay berber readers club harge marood jeex waxa ku yaala akadeemada himilo xurunta keydka maxamed mooge iyo maxaan ku dhahay halqor naadiga akhriska halqor gabiliina waa timcada abwaanka timcada naadiga akhriska timcada marka gobolado dhan
وحن سفر هذا أقوى بحني سير دانيير دشمري ده قنك سومالي سكود حقل هاين صدق وشيء ده كله هاين واستحكلك دانيير دشمري ده قنك سومالي وسيد سكود حد من هاين نادي ده آخر سكدلك دشمري ده سومالي وسيد دانييرته ونن أهبرن أمام حنكورها ونن أدري من أقريون إنهم حنكورها إن حافدوا دي أهل كوي وأما بور ما كوكو منا ده أما عرقاب كوكو منا ده أما هرجيسو كوكو منا ده ووحن تصالو إنه قرني أما أن أوي بفرني إنه قفل با كعرقاب كي ماد بور ما كوي ماد إنه مرتكو نقن ونن أورن أدير كي بيجوا إيدي دي بيجوا لكن ويراها نادي جي أهل كي جي مركا قبيل كي وحن أبدن لي قبيل لا يراها نادي ده آخر سكيد دلكها مركا سيل لا يراها ور قبيل كي بيجوا نادي آخر سكيد قرال كه حقاس أن كوي منيو لكن الحمد لله تحسنا وحي وحن تبني الدبر نعم إنه إن هبل أما إن ما ذيركي أما أول الكي وتشوه نعم سيد دان يفتح تمرد القرن كسومالان إذا هبل إن قدر قبيله لكن حتى أنا سيد قرحت بندن الله استعماله أيام وضو سميني مركا إن وحي لها وجوه الرئيان عن دان يرتا تمرد سومالان عن ويبا فرني تاس بهيد غير قبل حلي كان تجني وحي هيد إن تريدين كي قبل كبديسي فوردين كسوقلي إن ما أنت أنا واحد دريم كرتها إن هرجيسة أما برعمرك عن تجنو قف والب وكسو عيد يا قبل ذي يوردن إن سي خاص عن بوي منا يا سو برنامج وتوي منا قراغة عير جابو هرجيسو كصوبن دجا كهرجيسة بس عنود بكصوبن دجا كبور ما برعكو بن دجا مركا استحكل كاس با فايدوني كان كجاني تاس به إن أدبت ما حسنت هاي إن أيان لي إن عبد فتح لنا عقراقة وتكفي عن تينا وديكن برا صوبن دجا النوشة جاي هرنا وصوبن دجا مكان النوشة جاي إن خبرت كودير انت هاس ميشرتا او دين عقراقا ها ويشرن اما كتصالة هان انا واحانا ها ارتدي السنة كدويت كبحدي جامعة عمود واحان كبحي كولية دي وقوه الرئيسي اي لا يرادة بروتكال سينيس ان بابلغ امستريشن سو ما لان كولية داسي الوح كأساس نامر كو هوري ميشرين لكي واحانا هان لوتكو غو ريسي كبحي مركا قفكو هدي خبرتي سيا قنتي سيا ويا رقنا مدري سوى ميل كلياتا اي تاقناتو واحانا قوني سوار مد مركا دنب دونتا ومن نقطة لكن خبرتها بدن أي درانية حتي نقطة خبرات مركي نقطة هذين خبرات واحد نقطة صابيح أنا كم عدد أنا قلنا أنا قان سبري إمك القرآن مثلاً قلت كم عدد من قلنا لك واحد نقطة برتاي كبد دوكر وان عيارة بس يتكلم كون نكسنا يدون وخبرات أنا يحي مركي خبرات أسميت أنا كم عدد يسقون نقص بحميه لكن وامد أنا قان كسبري كونا كسبري ويا رجل ما ذي ذي يتدار كي قان كسبري سو كلا خبرتها كلا أنا يا واحد كم إذا أرد كوا كلا وان أرتا أو أيالو أو waxaa iga miisan fudud in aan ka dheereeyo suuraga lagu karto marka khibrado badan oo caasiyana wan leeyahay in dadad mahadsan tahay in ayaan le in waxa tahay adigu laftigaaga aan maleenaya qoraa in dhinaca qaybo badan aad ka shaqeysaa inta ma isleedihiin waad ka sii badin kartaan aad halka ka daad joogtaan oo waad ka sii weynayn kartaan qaybo badan insha Allah aad bad mahadsan tahay walaashay nimco سؤالها نويديني سنة وسؤاله معقولة وأنا كان لفت جينا دريجن ليه وحي أن قبلنا وكل شيء جنا وحي دريجن عن حاجة كي منا فرس كوحة أش الله أقول فتوى إنه عيمة ده تلف تيجي جنا وأنا شيء بنا أرمها محنكو رها سؤال شد ويدي سادة دي بقول صنقة قيبها وجب بدنا أنا نخش قيبها من قيبتها رسالة أو علم بارنت دراساتك een ma laha tool ay ma dhina jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland iyo magaalo ee waan ku nagaaday waan maxan ku dhahaa waan ka soo shaqeeyay ee markaa wax badan ba iga baxay ee waxa la yiri een saddex ba rag loo qaybiya kubka ciroole cirka een iyo dulka ciroole iyo maxan ku dhahaa een booda ka ciroolaba markaa anigu wali ma cireysan laakiin kubkan ka cireysan oo deey qof isagoo inta leeg hadana intaas oo magaalo intaas oo duula maray way aragnimo iyo khibeer baa kordhay taasna waxaan kaga faa'iiday sidii aan uga faa'iideysan la mar walba shaqadeeda ee khaaska aan ma hayda raaco ama rasheeshkan soo qorayo si dhalinyarta tuulada joogta wacdigelin uu sameyn laha oo maxan ku dhaha kulan yaro shaah iyo sheeko la yiraahdo iska sameysano marka meel walba maxan ku dhaha aan ku sugnado waqtigeeran u haysto waxaan geliyaa in dhalinyartaasi dhalinyar adduunka la jaan qaadi karto aan dareensiya marka maxan ku dhahaa inta aan joogno waxaan rajeynaynaa inaan ka sii soconno insha Allah waxaan rajeynaynaa hoggaamiyasha
بدن كم مسؤولين تنو حيران هو كم ياش بريباتين لكن كوي ما أنت عن حيوان أمي سن هاي مركع إن شاء الله حد رجيه إن إنا إن هو جانكا جمهورية قرن كسو مال عندك إن أجو كجو ضاء تلاذو أي إن شاء الله إن نقدونه ما دام إن أنا كوير وأنا إن هيدو حنسين حتى أنا أنت عصو فكرة يعني أنت عصو إن دنيرتي كوعد قلني تهريبك أن درين سين إن ودن كيسو حكون حنا قام كرا إن تصالة إن هاتان خصوصا قاطو إن أنا عير كابو شو إن هوتيل كسنك أي واحد عادي إن مركان فيسبوك أن خصوصا قري إن وحن خصوصا أنا هاي إن قبل كي أوياشين إن مجال ده عير كابو مركان أصحابتي أن أود وذاك تكوين فيسبوك أي فرمة يصدري حكيت خصوصا أن هوتيل كمان تجينا هاي إن بدن ك حقا بريغانا ان ريسبشن دو حجوغو دد واوين ماركا لمبر كيبانو شيغي قولكا عين كاسن دغن هي اصحاب اسكو جيرتا دد واوين يا ريال دالنيير ايا ييميد ماركا بيدو ادر حكومتا ما حد كا هيسا ماركا ما كيدو ولي حكومتا تلا كما هيو او مخان كو دها ان لكن ماركا و خو لا يابي ما حد هي ما هيد با هيسا ما ان حكومتا دو حكا ماركا ما كيدي مي وحنا هي ان دالنيير مخان كو دها ان او اولليسا inay wadankoogu wax lagu noqon karo marka een waxan kamidnahay oo dhalinyarta jicliisisa ila qurbi joogtan jicliisina wadanku inay nimca taalo assalaamu alaykum insha Allah in aad ma hadsan tahay in ayaan le in aad fataax in misladahay buugaag dambe oo aad rajo ka qabtay aan ba ku diyaarsanay inaad halka kaga hadhin oo soo bandhigtid oo tiisood siisid een waad ma hadsan tahay waxaan doonayaa imiga hadduu la heeraado horta buug saddexaad baan hadaan wadaa buugii saddexaad gabagabuu ku dhow yahay marka imiga qaybtii ugu dambeysay tafaftirkii hore saamigaaga helbaalada dhawaan baan bulshada la wadaagi doonaa laakiin buugayga saddexaad wixii ka dambeysay hadduu la heeraado waxaan doonayaa in hadduu la heeraado habkii qoraalkii waxaan u qorina waxaan ka bedelan doonayaa hadduu la heeraado waa mid labaad ee waxyaabaha badan imiga aadka nagu si wanaagsan waxa kamid research oo kale aad baan ugu wanaagsanahay waa imiga sanadkii ugu dambeysay laba buug baan qoray buug wuxuu ka hadlayay good governance and development ayuu ka hadlayay markaan ka sheekeynay horumarka oo kale buugaan researchkan ka sheekeynay markuu go'dhiisay waxaan ka sheekeynay adduunyadu horumarka maxay ka taqaanaa maxayse ka aaminsan tahay adduunyada markaan soo eegay ayaa markaasi globalization aan soo eegay kadib markii dambe haddana waxaan isiri Mareykan iyo Canada soo isticmaalaan maamul wanaaga hoos baan soo raadhacay Yurub see looga isticmaalaa Asia se looga isticmaalaa Africa se looga isticmaalaa Somalia se looga isticmaalaa Somaliland se looga isticmaalaa ugu dambeyn awdal se looga isticmaalaa marka waxaas wuxuu noqonayaa wax dhaxal kal u noqonayaa dadka oo dhan iska dhex akhristaan uu noqonayaa laakiin qoraalka oo kale buugaad qoraysoo kale wax laga yaabaa dhibaato inaad wax ka qorto dhibaatadan aad waxaad ka qortay wiilka harkiisa jooga dhibaatadan aanay saameyn ayaa suuragal ah wax laga yaabaa ka harkiisa jooga dhibaatadan ay saameysay laakiin ka adduunyada jooga in dhibaatadan ay saameyn marka buug uu noqonayo buug dhowr qof oo kaliya tagu kooban marka hadduu la heeraado waxaan doonayaa buugaagtaydaasi in hadduu la heeraado noocan aan u qoray inaan ka yar bedelo oo si yar oo ka baxsan aan u qoray hadduu la heeraado soo kale sida buugaagta filimada oo kale aan buugaagta aan diyaariyo ayaan rabay sidoo kale halkan mimoga oo kale isaguna waa khibrad badan baan u leeyahay mimoga sa loo sameeyo report writerka sa loo sameeyo commissionerka researchka ku jirana inta badan aad baan ugu wanaagsanahay marka waxyaabaha hadduu la heeraado aan sii horumariyo aan ku talada jira weeyaan waxaan soo gaadhnay xiligeena hawada isku macaalameyn doona insha Allah laakiin Cabdiraxmaan ayaa la ayaan siin doona su'aasha mid ba mid ah gabagabada oo noqon doonta ayaan la in waad hawlo badan ayaa soo qabatay oo noo sheegtay insha Allah hawlo badan way ku harsiin kulan intaasii kama kaagama dhawa in sidii dhalinyarta Soomaaliland ugu sii xusin kartaan ama aad u sii maxay heedaad isku sii dhexgeli kartaan ama aad kula dardaamaysaa maanta halkan Janiskan TV ga qarankaad u yeelatay inaad uga faa'iideysa بسم الله الرحمن الرحيم ان سؤال شيء قد مسادان او فايديو ان دليرده جمهوريه قرنك سومالان ان وحن لايحي ان مخان كو دها قف ولبه او مغالو اما تول اما دغمبا جوغبا ان وا انو كو ديردا سدو ان مغالديسو جوغا ما هي مغالده كله انو او حياما اما او سفرو وا اصحاب كو ييشو او حق خريركا اسكو خيركا بولشده ان ka bari jooga ilaa ka galbeed kuntiisa jooga ee dhalinyarta isku xidhminahay oo fulaway qabtaa ee taasna tala iyo tusaale iyo gacansiinba ee maxan ku dhahaa waan la garab joogsanaa qofkii hamigaas leh ee dhalinyarta jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ee waan ogeyno markii ugu dambeysay bishii abril maarajma intuu dhaxaysay
inta qof ee ku hoobtay bada maxaan kula u dhaxeysa masar iyo italy u dhaxeysa taasna maalmihii ay hawshaas dhacday wacdi gelin baan ka sameeyay iskoolada jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland anagoo ah maalinta wada jirka iyo wax qabadka jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland wad ogtahan u maleen maalintaas dhalinyaro waxa isku jirnaa maroojax awdal sool sanaag gabiley maxaan ku dhahaa ila togdheerba marka maalin walba 19 waxaan qabanaa wacdi gelin ku aadan waaqici taagan maalin dirbaaris baan sameynaa maalin wacdi gelinta taariibka maalin mar walba waxa noo qorsheysan xaaladaha xasaasiga jira marka waxaan sameynaa hadii maanta gobolka awdal wax ka dhacaan gobolka awdal oo kaliya taa uma baroordiiqayo wax u baroordiiqaya gobolladii ay la lamaanahayeen ee jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ka dhaxeysay dabarkana waan jibinay waan ku guuleysanay marka waxaan leeyahay dhalinyartay daawanaysa daafaha adduunka joogta jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland maxaan ku dhaku aftirsada waa inay isku xidhka iyo dadaalka iyo hayaankay wadaan inay ku samraan oo maxaan ku dhahaa qof walba fikir buu aaminsanaan karaa ama muxaarad ahaado ama muxaafad ahaado laakiin waa tikaliyaate waa inaan dhan lahayn samaysanaa ina midaysa wadannimo wadannimadaasi qofku noocu doona ha noqdo si maxaan ku dhahaa mucaarad ha noqdo muxaafad ha noqdo laakiin waa in gaabkaas maxaan ku dhahaa gaabkaasi waa inuu maxaan ku dhahaa aan dabar goynaa oo wadannimo ay naga muuqataa nin walba mucaarad ama muxaafad ka hadlay ama muwaadinka bulshada dhexdiisa marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyarada jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland waa cududii iyo kaydkii iyo dadku iyo lagu faaniyey marka waa inay iskarabsadaan gobol iyo tuulo iyo qof walbo maxaan ku dhahaa meel joogaba waa inuu hamisadaa sidii jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ula jaanqaadi lahayd caalamka dhalinyarada jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland waa inay ula jaanqaadi lahaayeen dhalinyarada caalamka marka insha Allah guul iyo gobonimaan u rajeynaya insha Allah ayaanle aad iyo aad dad mahadsan tahay in cabdifataax baan sii doonaa kelmadda barnaamijkiina soo xidha saa cabdifataax in qoraaba tahay in dhalinta kula midka ee qoraaga ee fikirka haysta iyagoo aan la soo bandhigin maxaad kula talin lahayd bismi illahi raxmaan raxiim kolley qodobka koowaad ee qofkaad kula talinaysa waa isdhexgalka isdhexgalkiina runtii ayaala ayaa ka soo hadlay marka duulahaa aniguna qodobka labaad ee kula talinaya bulshada akhriska jecel ama bulshada horumarka jecel wuxuu yahay qofku wuxuu leeyahay hal fikir iyo hal aragti iyo hal suureyn buu qofku leeyahay mar alaala markaad waxaad akhrida ama mar alaala markaad wax baarto fikirkaagu fikir buu la kulmaa aragtidaaduna aragti bay la kulantaa suureyntaaduna suureyn bay la kulantaa intaasi markay kulmaan waxa yimaada horumar badan baa yimaada soo kale dhibaatooyinka badan ayna haysta waxaynu kaga bixi karaynaa un waa dadaal iyo karti iyo akhris unbaynu kaga bixi karaynaa qofku markuu wax badan uu akhriyo saddex un buu noolaada dadkii hore ula noolaada wuxuuna kula noolaadaa fikirkooga iyo afkaartoodii buu ku haystaa reeta dukuman cadaan uu akhrisanayo say dadkii hore u noolaayeen say u fikiri jireen taasi marka uu helo dadka niminkana uu la nool yahoo fisikaal ahaan iyo abiransi ahaan buu kula nool yahay labadaasoo uu helo ayuu marka ku saadaalin karaa wixii mustaqbalka iman lahaa soo kale aadna waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibka ayaalna waan mahadcelinayaa oo runtii isagu iminka intuu xilka uu hayay waxyaabuhu aadka xoogga u saaray ama uu tartan keliya ka mid ahayd inuu baabigla bireerigaasi uu magaalada Boorama uu ka furmo uu dhismo uu helo uu buugaag badan uu helo ay dhalinyartu ay ku soo xiranto ka gobolka jooga maahee ka adduunyada daafihiisa joogay uu ku soo xirmaa duul la yiraahdo waanu la shaqayn doonaa waynu la wada shaqayn doonaa waanad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin ayaala cabdiraxmaan cabdifataax mire halkaad naga daawanaysaana waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka awdal aad baad mahadsantihiin waqtigiina fiican aad noo soo horteen iyo sida fiican aad bulshada aad ula hadasheen aad waqtiga noo siiseen waan idinku mahadcelinayaa sidoo kale aad iyo aad waxaan idinku mahadcelinayaa idinka iyo inagana aan is aragneyn iskeen tusay akaadimiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ugu horreeya carafaad aan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga fiican iyo jaaniska fiican aad barnaamijka nagala qayb qaadatay anigoo nimcashir doona barnaamij shalmida insha Allah intaan iskuga imaan doona waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu